واخا يكون في العمر ديالك 60 و70 عام وعندك تجاعيد محفورة في الوجه ديالك، كوني أكيدة إلا تبعتي معايا الماسك ديال اليوم لمدة أسبوع فقط البنات، وكنتحداكم أسبوع فقط اللي شافك غادي يسولك ويقول لك أشنو السر ديال الوجه ديالك مغير ومنور ومشدود ومجبد. وصفة ديالك اليوم غير كل الوصفات، ماسك خطير طبيعي 100%، باي باي التجاعيد ما كيخليهاش نهائيا، كيعطيك صفاء البشرة، يشد لك البشرة، صدقوني البنات إلا جربتي من أول مرة ما غاديش تبقاي تستغني عليه نهائيا، كتحسي براسك دايرة شي كريم غالي بزاف شاريه بواحد الثمن خيالي. غير تبعي معايا إن شاء الله وغترد عليا الخبر وغتشوفي الوجه ديالك كيفاش كتولي، كتحسوا ببشرتكم مشدودة مجبدة بواحد اللمعان وواحد الإشراعة اللي هي رائعة ما شاء الله. الوصفة ديالك اليوم اللي شاركت معكم في هذا الفيديو من أروع الوصفات للتجاعيد، وصفة خطيرة خطيره بزاف. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله وصفه غير كل الوصفات البنات، ماسك خطير البنات اللي كيعانيوا من التجاعيد، سواء كان العمر ديالك 25 سنة أو ما فوق، أو العمر ديالك حتى 60 70 عام، عندك التجاعيد محفرة في الوجه ديالك، تجاعيد قديمة، ماسك ديال اليوم إن شاء الله غيهنيك من هذا المشكل لمدة أسبوع. تبعي معايا لمدة أسبوع فقط، غتصوبيه مرة واحدة وغتبعي أسبوع فقط وغتشوف واحد النتيجة اللي خطيرة، غينسيك في كريمات اللي غاليين الثمن، صدقوني هالبنات الماسك ديالك اليوم خطير خطير، غيشدك البشرة، غيحيد لك التجاعيد الرقيقة المحفورة، الوجه ديالك غتحسي به مجبد، الناس اللي كتعاني من ترهل البشرة خطير ليهم وكيصفي البشرة، مكوناته ساهلين اقتصاديين رخاص والنتيجة ديالتها غزالة. اللي غيشوفك غيسولك غيقولك اشنو درتي للوجه ديالك، مغير مجبد مشدود، بشرة ديالتك غتبدل 180 درجة. اول حاجة غنداو بها البنات وهو المؤشر، مؤشر رائع البشرة وماسك خطير، باي باي التجاعيد. انا متأكدة اسبوع غتبعي معايا اسبوع بشرة ديالتك غتولي بشرة صافية مشدودة، خليكي معايا ومرحبا بك عندي. ودابا ان شاء الله غنبداو باول حاجه هو المؤشر البنات، راه كنشارك معكم بزاف المؤشرات ويني هذا البنات راه لاول مره غنشارك معكم، خطير. غناخذوا معايا القا ديال السكر حبيبات وغنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال زريعه الكتان مطحونه. زريعه الكتان راه كتاخر ظهور التجاعيد، كتعطي للبشره لمعان حيويه نضاره لانها غنيه بالاحماض الدهنيه. غنخلطوا معلقه كبيره ديال السكر اللي كيحيد لنا القشره ديال الجلد الميت، كيحفز لنا انتاج الكولاجين، وغنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال زريعة الكتان ومعلقة كبيرة ديال العسل اللي كيفتح اللون ديال البشرة، كيغديها، كيمنع ظهور الشيخوخة، كيحيد لك التصبغات والبقع الداكنة وكيشد لكم البشرة. بالنسبة لهذا المؤشر هذا راه كنديرو أنا مؤشر وفي نفس الوقت كنديرو ماسك، ديما كنقول لكم أي مؤشر ديروه ماسك باش كتستافدوا من دوك المكونات اللي درتو في المؤشر. وهذا البنات راه ملي غديروه البشرة ديالتكم، أش غنقول لكم، راه البشرة ديالتكم غتحسوها بحال شي واحد جا وجبدها ليكم. بالنسبة للعسل كان عندي شوية قاصح ملي غنبدا نحرك فيه بحال غيسخن غيطلع حتى كيولي القوام ديالو على هاد الشكل هذا البنات، أو تحركوا فيه مزيان حتى كيتطلع صافي. وغنطبقوا على البشرة ديالتي وغنخليه 10 دقائق البنات، خليوه كماسك ومؤشر، غتحسوا به بدا كينشف معاكم صافي. كتدخلوا للحمام كديروا واحد القماج بالايدين ديالكم بحركات دائرية حتى كتقشروا البشرة ديالتكم من ديك الجلد الميت، من دوك الأوساخ الأتربة، وفي نفس الوقت كتحفزوا إنتاج الكولاجين في البشرة صافي. وكتغسلي وجهك بالماء اللي كيكون دافي، وعاد باش كتغسليه بالماء بارد الا ما كنتيش غديري الماسك، اما الا كنتي غديري من وراه الماسك كتغسلي بالماء دافي فقط صافي، وكتطبق الماسك في امنه، فهمتوني؟ وبالنسبه للماسك اللي غنشارك معكم راه خطير خطير جدا، المؤشر كديريه جوج مرات البنات في الاسبوع، ضروري البنات ما تقشروا بشرتكم في الاسبوع جوج مرات باش بهكا البشره كتبقى ديما نظيفه وكتبقى ديما في واحد النضاره وواحد اللمعان. واي حاجه درتوها لوجهكم ما تنساوش العنق ديالكم وايديكم البنات حتى هما ضروري، حتى التجاعيد اللي كيكونوا في الايدين راه ما كيبقاوش صافي. الغزالات ديالي الروتين ديال اليوم كيف قلت لكم لاي سيده في العمر ديالها فوق 70 عام كتعاني من تجاعيد محفوره، غديري معايا هذا الروتين هذا وغترجعي تشكريني، البشره ديالتك اللي شافك غيقول لك الوجه ديالك مبدل منور مشدود.
ودابا ان شاء الله غندوزو الماسك الطبيعي البنات 100% وباي باي التجاعيد ما كيخليهاش، واخا يكون العمر ديالك 60 70 عام ديري معايا هذا الماسك صوبيه لمده اسبوع واحد وغتشوفي واحد النتيجه اللي خطيره. غتحتاجي واحد المعلة او كاسرونه وغتحتاجي عسل النحل. عسل النحل ما ديروش بالمعلقه ديال الحديد، ديرو بالمعلقه ديال الخشب او البلاستيك. غديري جوج معالق كبار ديال العسل. العسل الطبيعي ديال النحل كيبني الكولاجين اللي كيكون مسؤول على التجاعيد وعلامات الضعيعه في الوجه، كيرطب البشره، غني بمضادات الاكسده اللي كتحارب التجاعيد في الوجه وكيحيد لك دوك التجاعيد والخطوط التعبيريه. وغنضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال النشا الذره اللي كتفتح وكتصغر المسام، كتقلل ظهور التجاعيد، كتجمع لينا القوام اللي كيولي بحال شكل كريمي. راه النشا هي اللي كتجمع لينا. صافي غنضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره. وكيف قلت لكم هذا الماسك هذا راه كيعطي واحد الصفاء للبشره، كيشد البشره. صدقوني البنات الا جربتوه من اول مره ما غاديش تبقاو تستغناو عليه نهائيا. كتحسوا براسكم بحال دايرين شي كريم، بحال شاريه بثمن خيالي. تبعيه كل نهار لمده اسبوع وردي عليا الخبار، واللي شاف وجهك غيسولك. المهم كتاخدي ديك المعلقه كتبقاي تخلطي فيها مع العسل حتى كيتطلع حتى كتدخل ديك النشا في العسل. مزيان خلطيه صافي. وكنضيفوا لها نص كاس ديال الماء، ماء عادي او نص كاس ديال ماء الورد اللي توفر عندكم. الا عندك الحساسيه من ماء الورد ديري غير ماء عادي وخلطيه حتى شوفي كيفاش كيولي داك العسل والنشا كيدوبوا في داك الماء ورد او ماء عادي حتى كيولي القوام عادي. شوفوا كيفاش كيولي سائل، قوام سائل. هاد الماسك هذا كيف قلت لكم غتتبعوه لظرف اسبوع وغتودعي شي حاجه سميتها التجاعيد بصفه نهائيه. صافي من بعد الغزالات ديالي ملي كيولي بحال هكا شفتوا كيفاش ولا البنات، كتحطيه في البوطه تكون مهيله وما كتحيديش من حدا نهائيا وكتبقاي تحركي فيه حتى كيولي كريم. شوف راه دغيا البنات، راه دغيا. هذاك الشيء علاش كنقول لكم بحال هاد الكريمات البنات ملي تحطوهم في البوطه ما تحيدوش من حداهم، قابلي غير هو راه دغيا. غير كتحركي جوج تحريكات ثلاثه صافي كيتجمع معاه كيولي القوام ديالو كريمي وكيولي زوين. ها انتم كتشوفوا كيفاش كيولي. وهذا هذا الماسك ديالك اليوم البنات انا متاكده غتجربي لسيمانه وغترجعي غتقولي لي يا سيري نادية الله يرحم لك الوالدين، غتودعي شي حاجه سميتها التجاعيد بصفه نهائيه. وجهك غيتبدل، غتولي في واحد النضاره. الا عندك الترهل ديال الجلد راه ما كيبقاش نهائيا. صافي من بعد ما برد معنا غير شويه غناخذ واحد الزلافه وغنكرطوه فيها كامل. ها انتم شوفوا شنو درت انا، كرطته كامل في ديك الزلافه. صافي الغزالات ديالي. وغنضيف عليه جيل الويفيرا، جيل الصبار. غناخذ واحد المعلقه منه كبيره. بالنسبه لجيل الصبار كناخذو من عند اللي كيبيع مواد التجميل اللي كتكون فيه مكتوبه فيه 99 ماشي 90، اللي كتكون مكتوبه فيها البنات 99. غناخذ معلقه كبيره. جيل الويفيرا تينشط الكولاجين وكيشد الجلد وكيحيد ديك الخطوط والتجاعيد ديال الوجه. غير معلقه كبيره فهي كافيه، وانما هنا فين كاينه الخدمه. ملي غديري معلقه كبيره غتحركي مزيان باش ديك جيل الويفيرا تدخل لينا في داك الكريم وتولي قوام واحد. صافي. وغنضيفوا عليه زيت الزيتون، الا ما عندكمش زيت الزيتون ديروا زيت جوز الهند حتى هو زوين. غير زيت الزيتون غني بمضادات الاكسده وفيه فيتامين او اللي كيعالج التجاعيد الخطوط المحفوره، كيعطي البشره الرطوبه. ولا بغيتوا ديروا حتى زيت الكوك ديروه. الزيوت نتوما اختياريين اللي بغيتو. صافي. وغتحركوه مزيان، اولا زيت اللوز الحلو اللي متوفر عندكم وغتحركوه مزيان. غتشوفوا القوام غيتبدل شويه، غيولي اللون ديالو بحال ابيض. خليكم معايا لان طريقه الاستعمال اللي هي جد جد مهمه. داكشي علاش ضروري تكملي معايا الفيديو للاخير باش تحصلي على واحد النتيجه اللي رائعه بزاف بزاف. وهذا الماسك غادي ترجعي عندي لي كومونتير وترحميني عليه، في ظرف اسبوع غادي تودعي تماما شي حاجه سميتها التجاعيد. غتاخدي يا اما دوك العلب اللي كيكونوا فيهم الكريمات كتكوني غاسلاهم وماسحاهم، ولا غتاخدي شعره ديال الزاج. صافي. وغضيفي ليها هذاك الكريم اللي صوبنا، غضيفي لها تكون ممسوحه البنات ما فيهاش نقطه ديال الماء، لان الا كان فيها الماء غتخسر لك الكريم، يعني ما غيدومش معك اسبوع. من الاحسن تمسحيها مزيان وما تخليش فيها الماء بتاتا، وكتشدي القرعه اولا كتشدي العلبه وكتحاولي تضربيها هكا بايدك باش كتخرجي داك الهواء منه.
صافي وكتسديها وكتحتفظي بها في الثلاجه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، المؤشر كديريه جوج مرات في الاسبوع، بشره تكون نظيفه، ومن بعد كديري الماسك. هذا الماسك كديريه من الليل لليل ملي كتبغي تنعسي، قبل ما تنعسي هكا بشي ساعه كتغسلي وجهك او لا كنتي دايره المؤشر كطبقيه على بشرتك وكتخليه 30 دقيقه نص ساعه، كديريه وكتمشي كتكاي كترولاكساي باش كتخلي الماسك هكا يخدم لك في الوجه ديالك، ديريه في وجهك كامل، في عنقك، في ايديك، وكتخليه نص ساعه. ومن بعد حبيبتي كتنوضي كتغسلي الوجه ديالك وكترطبي وكتمشي تنعسي. الماسكات الطبيعيه باش تلقاي عليهم واحد النتيجه اللي زوينه ديريهم فتره المساء، فتره المساء غديريهم. وهذا من اول مره غديريه غتشوفي ما غتبقايش بعدا تستغني عليه نهائيا، كتحسي براسك دايره شي كريم بحال شاريه بثمن خيالي. ومن بعد ملي كنغسل وجهي اشنو كندير؟ كندير يا اما زيت السمسم، كيف قلت لكم دابا راه الفصل ديال الصيف، كندير زيت السمسم مخلط هو وزيت اللوز الحلو، ولا كندير زيت بالنسبه للبنات اللي عندهم التجاعيد ديروا زيت المشمش راه زوين، ولا زيت لافوكا حتى هو زوين. صافي وكديري واحد شويه المساج للوجه ديالك وكتمشي تنعسي. هذا هو الروتين ديال اليوم، ما كيخليش نهائيا التجاعيد بصفه نهائيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وصدقوني البنات غير جربوه من اول مره ما غاديش تبقاي تستغني عليه، غير جربيها حبيبتي. راه كتصاوبيه وكتحطيه في الباب ديال الثلاجه وكتستعمليه يوميا لمده اسبوع. سيري اختي ديريه وجربيه لمده اسبوع، ولا بقاو فيك شي تجاعيد جي اختي حيدي لي الابوني وما تبقايش تفرجي فيا بتاتا. انا متاكده مليار في المية اي وصفه كنعطيها ليكم حتى كنكون مجرباها ومتاكده منها عاد باش كنشاركها معاكم. فعلا البنات هذا الماسك خطير بزاف، ما نعاودش لكم من اروع ما جربت، رائع. انا رغبت عليكم شهر وانا كنجرب في الوصفات، والوصفات اللي نالوا الاعجاب ديالي ولقيت عليهم نتيجه راني جيت دابا كنشاركهم معكم، وبزاف الوصفات ما عجبونيش وما غنشاركهمش معكم. وباي.